السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله حلقة جديدة من حلقات مطبخ ام سلسبيل. حلقتنا النهاردة هقول لكم ازاي تنضفوا المكوة بتاعتكم للحروق اللي بتكون عليها. شايفين كده بتكون طبعا ملسوعة مني اهو. ففي ناس كتيرة قوي بيعرفوش طبعا ينضفوها، ولما بينضفوها بطريقة غلط. فانا النهاردة هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومن غير اي حاجة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض ونشوف الخطوات اللي هننضف بيها المكوة. تمام كده؟ يلا بينا. اول حاجة هعملها هشغل المكوة. تمام كده؟ هحط الفيشة كده في الكهرباء واخلي المكوة تسخن معايا، يعني يا دوبك بس كده تدفى كده معانا، وبعد كده نبدأ نشتغل فيها. هستنى عليها كده دقيقة وبعد كده نشتغل مع بعض كده. تمام، سبتها خلاص كده اشتغل كده معايا دقيقة وسخنت اهي معايا وطلعت اهي الصهد بتاعها. هاجي بعد كده بقى هجيب بقى ايه، هجيب حتة سلكة. بصي حتة سلكة صغيرة اهو، سلكة من غير اي حاجة، ولا هتعمليها بسكينة ولا هتعمليها بمعلقة ولا تحكيها باي حاجة خالص عشان ما تجرحيش كمان المكوة منك. بحتة سلكة كده ناشفة مفيهاش صابون مفيهاش اي حاجة عشان ما تبهدليش المكوة اهو. وبسم الله تحطيها كده وتدعكي اهو على الناشف، مفيش اي حاجة زي ما بقولك، ولا تحطي عليها اي حاجة خالص ولا صابون ولا اي حاجة اهو. شايفة؟ بصي بدأت تنضف ازاي معايا. هفضل كده ايه اعملها شايفة؟ شايفة؟ شايفة الحتة دي كده نسفت ازاي؟ تفضلي تعمليها كلها كده بالشكل ده. طبعا سخنت شويه معايا فمش عارفه ايه اتملك فيها كويس. انا همسكها كده بالحته كده عشان خاطر سخنه على ايديا، عشان اعرف كمان ايه ادعك كويس. شايفة؟ باينة ولا مش باينة؟ اهي شايفة عملت ازاي؟ اهو من غير مية ولا صابون ولا اي حاجة خالص، انتي بس كده تدعكي كويس جدا كده. وهتلاقي الحرق كل اللي فيها راح وبقت بسم الله ما شاء الله زي الفل معاكي. شايفة؟ شايفة شكلها بقى عامل ازاي؟ شفت الحاجات اللي كانت لازقة فيها راحت ازاي؟ اهي بصي زي ما انت شايفة كده اهو، اهو بالشكل ده. بص شكلها اهي نتفت معانا اهو، مبقاش فيها اي حاجة لازقة. طبعا الحاجات اللي بتبقى لازقة دي لو سبتيها وانت بتكوي هتلاقي لزقت منك في اي حاجة انت بتكويها لونها فاتح، يعني لو بتكوي قميص فاتح ابيض او اي لون فاتح هتلاقي لزقت منك في القميص وبهدلت معاكي ايه الحاجه اللي انت بتكويها. اما كده افضل حاجه اللي انت تشيليها عشان تعرفي تكوي اللي انت عايزاه. بصي بالشكل ده والسلكه ناشفه اهي وما فيهاش اي حاجه، ولا فيها صابون ولا ميه ولا اي حاجه خالص، على الناشف كده دعكناها اهو بالشكل ده لغايه ما بقت معانا زي الفل اهو، مفيش اي حاجه لازقه فيها اهو. شايفين ما شاء الله سهله جدا وبسيطه. في ناس طبعا بيعملوها بالمعلقه بيحكوها بالمعلقه، وفي ناس بتحكها بالشوكه بالسكينه وكذا طريقه، في ناس كتير قوي بتعملها. انا بعملها وبالسلكه الناشفه كده واروح جايه ايه غسلاها زي ما انتم شايفين كده على الناشف، تطلع معايا بسم الله ما شاء الله. وزي ما قلت لك الاول سخنيها كده دقيقتين
وبعد كده افصليها وابدأي بقى ايه اغسليها كده، ادعكي كده كويس جدا، هتلاقيها معاكي بس زي القشطة وزي الفل اهو زي ما انت شايفة، وما فيهاش اي حاجة لازقة. تمام كده اهو. يا رب الحلقة بتاعتي تكون عجبتكم النهاردة، سهلة وبسيطة، واكون قدرت استفدكم بحاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.